بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار، وضيفي لهذه الحلقة دكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية. مساء الخير دكتور حسن، معالي وزير موارد المائية، حياك الله وأهلا بك معنا في برنامج حوار. مئة مرحبا، أهلا بك وقناة الفرات. قرابة 100 يوم تقريبا على تسلمكم وزارة الموارد المائية، كيف وجدتم الوزارة؟ من أين بدأتم وإلى أين وصلت حتى هذه اللحظة؟ الوزارة بدأت منذ عام 1969 نعم كوزارة، ولكن نشاطنا في الري يعني في هذه البلد منذ بداية تشكل العراق كدولة منذ العشرينات كان تركز نشاط كثير على الري، ولكن هذه أيضا تاريخيا المنطقة التي لعب بها الري والأرواء والمياه دورا حاسما في التطور، ليس فقط في المنطقة في العراق وإنما في العالم. نعم. أنا وجدت الوزارة وزارة صديقة، أنا أعرفها الوزارة معرفة جيدة منذ فترة طويلة، يعني منذ ما بعد 2003 يعني مطلع بصورة جيدة على مفاصلها، على بعض شخصياتها وعلى العديد من أقسامها، ومتابع جيد أيضا كنت لي كل ما جرى بهذه الوزارة. الوزارة طبعا نتيجة للوضع العام في البلد أيضا تعاني من مشكلات حقيقية ما تختلف في هذه الحالة عن وزارات أخرى. أهم هذه المشكلات هي المشكلات المالية، ولكن هذه حالة عامة. وما يتعلق باختصاص الوزارة فأهم المشكلات هو السيطرة على الحصص المائية وتوزيعها بعدالة، ونحن الآن في الموسم الشتوي، وتنبع المشكلة ليس فقط في التجاوزات التي تحصل على النظام المائي داخليا، وإنما أيضا على التجاوزات التي تحصل على مياهنا خارج حدودنا الوطنية. احنا نعتبرها تجاوزات لأنه وسائل السيطرة على إيراداتنا من المياه التي تأتينا من خارج العراق وسائلنا معدومة، الوسيلة الوحيدة المتاحة هي الاتفاقات الدولية الملزمة للأطراف المعنية، وهذه الاتفاقات غير متحققة لحد هذه اللحظة للأسف الشديد، فهنا تنبع الصعوبة. الصعوبة الثانية أنه اختصاص هذه الوزارة الذي هو المياه، هذه المياه هي متحركة من مكان إلى آخر، وتختلف عن الوزارات الأخرى التي تكون أنشطتها بالرغم من أنها تغطي كامل العراق، لكن أنشطتها تكون محلية التأثير. بمعنى آخر، لو وزارة أخرى، وزارة الاتصالات، تنشئ برجا للاتصالات في العراق، أو وزارة معينة تنشئ جسرا في هذه المنطقة أو طريقا في تلك المنطقة، سوف لن يؤثر ذلك على ما جاورها، على ما جاور كمحافظة أو كمدينة أو كمشروع، ولكن في وزارة الموارد المائية بما أن المياه جارية ما يعمل في منطقة معينة يجد صدى على جميع المناطق، خاصة في الذنائب، ولهذا السبب ونتيجة للطريقة التي كانت تدار بهذه الوزارة منذ يعني فترات طويلة، يعني ما قبل تغيير النظام أهملت ذنائب المشاريع، ولهذا السبب محافظات مثل محافظة البصرة لا تحصل على حصتها، ليس فقط من المياه حاليا، وإنما لم تحصل على حصصها من مشاريع الاستصلاح. نعم. وينطبق الأمر صعودا، يعني إحنا تركزت مشاريع الاستصلاح في العراق في مناطق وسط وشمال بغداد، وهذا عندما تصغرين المقياس على مستوى المشاريع، أيضا مشاريعنا من يقع في الذنائب المشروع يعاني من عدم وصول حصته لأن اعتداء يسير من السلوك. معالي الوزير، التركة ثقيلة على عاتقكم بكل تأكيد، يعني بالتأكيد من تسلمتم الوزارة، ما هي المشاريع التي كانت قيد الإنجاز أو أنجزت إلى النصف؟ ما الذي أكملتوه حتى هذه اللحظة مما يعني أكيد أبقاه الوزير السابق؟ يعني هذا السؤال أيضا لا يمكن الإجابة عنه بهذه السهولة. نحن كل مشاريعنا منذ السبعينات هي أما أغلبها الغالبية العظمى أما غير منجزة
تماما أو في طور الإنجاز، يعني لم تنجز، لم تكتمل بعد الإنجاز. نعم. وهذا يشكل حقيقة صعوبة بالغة، لأنها تلك المشاريع وضعت وصممت وحصلت عليها توزيعات المياه والحصص، ما يسمى بالموازنة المائية وحصص المائية للمشاريع، وضعت وفق المعطيات التي كانت متاحة آنذاك، يعني الخمسينات الستينات السبعينات. نعم. هذه المعطيات التي وضعت على أساسها المشاريع الاستصلاح العراقية في هذه الخارطة كما ترينها. نعم. هذه المعطيات تغيرت الآن، بدأت بالتغير منذ التسعينات حقيقة ولحد هذه اللحظة، وهي أيضا آخذة بالتناقص وبالتفاقم، يعني مشكلة المياه. نعم. هذا أيضا يعني إلى عدة أسباب مثل ما ذكرت في السؤال الأول، بعضها عدم سيطرتنا على إيراداتنا من خارج العراق، وأيضا التوجه الوزارة الذي كان قائما الذي لم يبدأ من ذنائب من الذنائب على مستوى المحافظات، كانت المفروض المشاريع تنفذ من محافظة البصرة صعودا، احنا مشاريعنا نفذت من شمال بغداد وفي كردستان بعض المشاريع يعني البسيطة، ثم في المناطق المحيطة ببغداد يعني جنوبا، وعندما ترين الألوان لهذه المشاريع اللون الأحمر واللون الأصفر هو غير منفذ في طول. لهذا السبب لا يعني ما عندنا مشروع بدأ الآن أو قبل سنة ولم يكتمل، عدا المشاريع الصغيرة، يعني حفر قناة هنا، إنشاء ناظم هناك إلى آخره، هذه لا بأس بها. دكتور حسن، يعني يثار حديث وآراء تقول أنه الدكتور حسن الجنابي دائما يبتعد عن الحديث عن إخفاقات الوزارة السابقة أو المشكلات أو ما شابه، يعني ماذا تقول في هذا الشأن؟ هل هو لربما يعني عدم قوة للحديث عن هذه المواضيع بسبب مافيات الفساد التي بالتالي تقف وراءها جهات نافذة، أن الأمر يختلف؟ أبدا أنا لن أخشى أحدا، ولم أخشى أحدا في زمن النظام السابق، أنا كنت معارضا للنظام السابق، وهناك تضحيات لا أود يعني الحديث عنها. نعم. الخشية بهذا الجانب بمعنى الخوف لا توجد أبدا، ولكن توجهي في الوزارة، نحن جئنا تقريبا في وسط فترة حكومة السيد العبادي. نعم. وما تبقى من الحكومة هو لمدة سنتين. نعم. أنا كمختص ومهتم بهذا الأمر، أنا شخص لا أريد أن ألتفت إلى الوراء، بمعنى لست مختصا بفتح ملفات فساد. نعم. هذه ليست مهمتي كوزير، لكنك ستساعد في كشفها إذا ما طلب منك. بالتأكيد، أي شيء يعيق عمل هذه الوزارة خلال فترتي أو في مستقبل الوزارة، أنا لن أتردد لحظة بالكشف عن أي شيء وبالمساعدة، تقديم المساعدة بها. أما أن أذهب أنا وأبحث في ملفات سابقة بدون ما أشياء ملموسة، هذا موقفي وقت. وليس خشية من أحد يعني. نعم، ربما إضاعة وقت يعني التفكير في بالتأكيد، لأن هذا يلهيني ويلهي الوزارة عما يمكن عمله في ظل ظروف صعبة. نحن في ظروف لا توجد ميزانيتنا الاستثمارية لهذا العام 90 مليون دولار. نعم. وميزانية السنة المقبلة أقل. بالتأكيد. دكتور، هل أنت مع دمج وزارتي الزراعة ووزارة الموارد المائية كونها ربما على اتصال حثيث مع هذه الوزارة؟ لو كنا في بلد آخر لقلت لكانت الإجابة بنعم. نعم. ولكن في بلدنا بهذا الترهل الهائل في الوزارات وبالأخص في وزارتي الزراعة والمياه، أعتقد أن دمج هاتين الوزارتين لن يؤدي غرضا بشكل خاص، إذا اعتبرت نفسي وزيرا مؤقتا يعني هذه فترة سنتين باقية يعني. وهذا التوجه ينسجم مع توجهي بعدم فتح أو الالتهاء والانشغال بقضايا سابقة، لأنه مجرد عملية الدمج سوف يخلق مشكلات هائلة سوف لن نستطيع الخروج منها. إذن والنظر أنت لست مع دمج هاتين الوزارتين في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي، ربما بعد 10 سنوات عندما تترشق وزارة الزراعة تماما وتترشق وزارة الموارد المائية وتصبح وزارتان منسجمتان ورشيقتان وممولتان كما ينبغي، بالإمكان النظر بهذا الأمر. طيب، يعني هل هناك نسبة لعديد الأراضي أو مساحة الأراضي المروية اليوم بالعراق؟ نحن الأراضي المستصلحة في العراق تبلغ بحدود 5 مليون دونم، هذه أراضي مستصلحة اللي أنا أشرت عليها وقلت أنها متركزة يعني في مناطق بغداد وبعض المناطق جنوب بغداد.
الأراضي الصالحة للاستصلاح والتي يجب أن تستصلح بحدود 13 مليون دونم. هذه 13 مليون دونم كلفة الاستصلاح كلفة هائلة. نحن غير قادرين بهذه الظروف على إنجاز أي من المشاريع الاستصلاح التي كانت مقررة مثل ما قلت سابقا منذ السبعينات والثمانينات، بل نحن بدأنا بإعادة النظر بتصاميم هذه المشاريع لأنها لم تعد تصلح لواقعنا الهيدرولوجي والبيئي والمائي في العراق، فهذه مشكلة حقيقية. المشكلة الأخرى هي تتعلق بالمقاربة التي تأخذها الوزارة والحكومة للاستصلاح. سابقا الدولة كانت تملك كل شيء، يعني الدولة ذات طابع مركزي حقيقي، تأخذ قرارات بها طابع أوامري وهناك من ينفذ إرادات السلطة المركزية، كانت شديدة التمركز. الدولة الحديثة العراقية هي دولة لا مركزية، دولة اتحادية، القرارات تؤخذ بطريقة مختلفة تماما. السيطرة على المياه أيضا فيها إشكالية، يعني دستورنا نفسه المادتان 110 و114 لدينا آراء مهمة يعني بخصوص السلطات الحصرية للسلطة الاتحادية فيما يتعلق بالمياه. لهذا السبب عملية الاستصلاح يجب أن تكون مختلفة، يجب أن تمكن القطاعات المدنية، المجتمع المدني، المزارعين، المستثمرين على تنفيذ عمليات الاستصلاح هذه وفق الرؤية التي ترتئيها الوزارة. الوزارة منفتحة على تقديم ما يمكن تقديمه بهذا المجال، وأن يجب أن لا تعتمد هذه القضايا فقط على قرارات تتخذ هذه الوزارة. نعم. كانت الوزارة وكانت الدولة الآن أضعف بكثير. نعم. طيب دكتور، كم يدخلنا اليوم من المياه من عبر نهري دجلة والفرات؟ يعني هل هذه الكمية كافية لربما سقي الأراضي واحتياجات أخرى، وأيضا استغلالنا لموضوع المياه الجوفية اليوم بالحاجة الكبيرة اليوم لهذه المياه في ظل هذه الشحة؟ نعم، المياه التي تأتينا احنا عموم من عموم المياه التي نستخدمها اكثر من 70% يأتينا من خارج الحدود، يعني بحدود 30% يكون يتولد في العراق. هذه المياه من نهر الفرات تناقصت بنسبة الثلث، يعني الآن يأتينا كمعدل بحدود ثلثي ما كان يأتينا في السبعينات والثمانينات، فهذا نقص كبير جدا. في نهر دجلة فيما يتعلق بتركيا لم تنقص إيراداتنا من نهر دجلة من تركيا، ولكنها ستبدأ بالتناقص بعد استكمال سد أليس التركي الذي استكمل حال يعني في هذه الأيام، وسوف يبدأ ملأه من السنة المقبلة، فهذه إشارة خطر كبيرة جدا. كذلك تناقصت مياهنا نتيجة لأعمال مشاريع الموارد المائية في الجارة إيران، خاصة في جنوب العراق في البصرة بالذات. نهر الكارون لم يعد يصلنا كما كان برمته، كان يصب في نهر في هور الحويزة ثم بعد ذلك عن طريق أنهار الكسارة والسويب يصب في شط العرب، وكذلك نهر الكارون الكبير جدا كان يصب جنوب مدينة البصرة بعشرين 25 كيلومتر، وكانت مياهه العذبة برمتها تصل إلى البصرة نتيجة للمد البحري. نعم. هذا أيضا تماما تقريبا انقطعت هذه المياه. نعم. نقف عند هذه النقطة. نعم. معالي الوزير، نأخذ فاصل لو سمحتم، بعدها نكمل معكم الحديث. فاصل مشاهدينا ومن بعده لنا عودة، ابقوا قريبين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وبرنامج حوار، وضيفي لهذا الأسبوع دكتور حسن الجنابي مدير الموارد المائية. من جديد أهلا بك معنا دكتور حسن. كنا نتحدث عن شحة المياه الحاصلة اليوم بالعراق، وأيضا الحديث الذي يدور اليوم في الشارع العراقي عن ربما الدولة تركيا وبنائها للسدود وانتقادنا لتركيا، لكن بنفس الوقت لا ننتقد الحكومة العراقية من عدم بناء هذه السدود وأيضا ترك مياهنا يعني تذهب إلى دول الخليج دون الاستفادة منها. يعني وين الخلل دكتور، ومن أين تكون البداية لحل هذه المشكلة؟ يا ست ختام اسمحي لي أن أختلف مع مضمون هذا السؤال. نعم. نحن لدينا من السدود ما يكفي بل ويزيد، ولسنا بحاجة إلى بناء سدود. أود أن يكون هذا الأمر واضحا. السدود والخزانات تكفينا. نعم. وأكثر من ما يردنا من المياه، لدينا الآن فراغ خزني كبير جدا، فليست لدينا توجه لبناء سدود أخرى لا نحتاجها.
ثانيا ليست لدينا مياه تذهب إلى الخليج، لو كانت لدينا مياه تذهب إلى الخليج لما حصلت لدينا هذا التدهور المريع في البصرة، لما انتهت بساتين النخيل ولا تملحت أراضي البصرة ولن تذهب خصوبة البصرة ولن يؤدي ذلك إلى أفقار الناس. سكان البصرة سابقا من الفاو وأبو الخصيب وشمالا وعلى ضفتي شط العرب كانوا من أثرياء الناس وكان التراب من خصوبة التراب. نعم، إذن هذه معلومات غير دقيقة. هذه معلومات غير دقيقة. ربما معلومات أخرى، ويعني الحديث انثار قبل مدة من الزمن، يعني صار هو حديث الشارع العراقي بخصوص التخوف من انهيار سد الموصل. يعني ما هي تطميناتكم بهذا الجانب؟ هل الحديث مبالغ به هذه التخوفات أم أن الأمر وارد قد يحدث يعني في أي ساعة؟ نعم نعم، أنا لم أكمل الإجابة على السؤال السابق، نعم، ولكن سأتحول إلى سد الموصل لأنه موضوع أيضا مهم جدا. نعم، سد الموصل من السدود الكبرى، هو أكبر سد لدينا في العراق ومن أكبر سدود في العالم وفي المنطقة، ويخزن 11 مليار متر مكعب، أكثر من نصف إيراداتنا من تركيا. نعم، كمعدل معدل الإيرادات يخزن هذا السد. وهذا السد منذ إنشائه لدينا مشكلة فنية في أسسه. نعم، وتجري معالجة هذه المشكلة منذ اكتمال السد منذ عام 1986 ولحد هذه اللحظة، مع فترات محددة قد تقل إمكانياتنا في معالجة، يعني معالجة الأسس. تجري معالجة الأسس عن طريق تحشيتها بالكونكريت، نوعية خاصة من الكونكريت، يعني حقنها إلى داخل الأسس. نعم، لملء الفراغات التي تتكون نتيجة لذوبان المادة الجبسية تحت السدود. هذه هي المشكلة الحقيقية في الموصل، وهذه المشاكل موجودة في سدود كبيرة جدا وكثيرة جدا في العالم. نعم، قد لا تكون بنفس الحجم اللي سد الموصل. في الولايات المتحدة نفسها أكثر من 50 سد موجودة لديهم هذه المشكلة، وتجري أيضا يجري حقنها بنفس المواد، يعني بطريقة مشابهة. المشكلة بسد الموصل أنه سد كبير جدا، وأنه يقع أيضا شمال مدينة كبرى، ثاني أكبر مدن العراق اللي هي مدينة الموصل. فإذا حصل انهيار لا سامح الله نتيجة لإهمال أو نتيجة لقضية أخرى أو حادث أو فيضان يعني كبير جدا، حجم الضحايا والخسائر، الضحايا البشرية والخسائر المادية، رح يكون هائل جدا. لهذا السبب خطورة سد الموصل عالية جدا مقارنة بالسدود أصغر حجما، وربما تكون بعيدة جدا ومعزولة مثلا عن المدن ومشاكل. الآن يجري تعزيز قدرات الوزارة بشكل مكثف في تعزيز سلامة السد عن طريق الاتفاق، عن طريق التعاقد مع شركات عالمية، يعني شركة إيطالية كبيرة جدا هي التي تقوم بتحشية السدود في الولايات المتحدة نفسها، هي تقوم أيضا بتحشية سد الموصل. هذا عقد وقعته الحكومة العراقية مع شركة ترافيل الإيطالية، وهناك إشراف على هذا العمل. العمل بدأ وهناك نجاحات معتبرة منذ بدء يعني عملية التعاقد، يعني تنفيذ هذا التعاقد، وباقي أمامنا سنة لإنجاز هذا التعاقد. احنا التعاقد هذا راضين عنه رضا تام، يسهم كثيرا بتعزيز قدراتنا واستبدال التكنولوجيا التي نستعملها منذ فترة طويلة. هذه رسالة اطمئنان لكل من يتخوف بشكل كبير من حدوث. دعيني أقول ما يلي ست ختام، دعيني أقول أننا لم نشهد لحد هذه اللحظة أي خلل كبير يؤدي إلى إفزاع الناس. هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، نقول بأن سد الموصل في أسسه توجد مشكلة فنية تجري الآن معالجتها. نعم، لا نقول أنه لا توجد مشكلة. الرسالة الثالثة، أي منشأ كبير، وحقيقة لو كان كبيرا أو صغيرا، هناك حد معين من المخاطرة أو الخطر أو الريسك يسمى باللغة الإنجليزية، هذا يوضع في التصاميم وحسب الكلف اللي تصرف على هذه، فتوجد حجم مقبول من المغامرة، يعني يسمى
يعني لا أريد أن أستخدم مصطلحات إنجليزية، هناك حجم مقبول أو نسبة مقبولة من المغامرة. هذه النسبة موجودة بسد الموصل، بسد دوكان، بسد بأي بناء، بأي جسر، بأي كذا، ولكن إحنا نبالغ ونكبر ونأخذ على محمل الجد نسبة المغامرة في سد الموصل بسبب حجم التضحيات المحتملة. لو كان سد الموصل في صحراء لكان اهتمامنا بهذا الأمر أقل بكثير مما يجري في اهتمام. نعم، لكن لموقعه ولأهميته بالتأكيد يتم العمل بشكل سريع، وإن شاء الله يكون العمل حثيث حتى يطمئن الشارع العراقي بشكل كبير. لو عدنا نتحدث إلى نهري دجلة والفرات، كيف تراها اليوم من خلال التنوع الأحيائي وأيضا نسبة التلوث في نهري دجلة والفرات؟ أنا غير راض تماما عن نهري، عن نوعية المياه في النهرين، غير راض تماما، أقول هذا بصراحة. ونحن هنا في الوزارة لا ندعي بطولات، وأنا لا أقول أنه هذا الأمر سينتهي خلال هذه السنتين وما تبقى من استزاري، ولكن اهتمامي بهذا الأمر اهتماما كبيرا. طيب. نوعية المياه في النهرين انعكاساتها مباشرة على الصحة العامة، إذا كان المي ملوث انعكاساتها مباشرة على نوعية التربة، انعكاساتها مباشرة على نوعية الإنتاج. الإنتاج العراقي الآن من الخضور، من الخضار والتمور والفاكهة، نعم، وكل شيء الآن حتى السوق العراقي، العراقيين يعزفون عن شراء حتى المنتجات العراقية. يعني هذا للأسف هذه ظاهرة مؤسفة، ولكن هذه ليست فقط مهمة طبعا وزارتنا. نعم. هناك من يلوث هذه الأنهار، هناك من يقذف. تحدثت عن التلوث دكتور حسن، يعني موضوع رمي المخلفات المستشفيات والمصانع اليوم في نهري دجلة والفرات هذه كارثة، رغم التحذيرات، رغم المناشدات. يعني هل مللتم دكتور حسن من هذا الأمر أم استسلمتم؟ يعني لن نمل من التحذير، ولكن نحن لا نستطيع القيام بالعمل. هذا ليست لدينا موارد للقيام بإزالة هذه التجاوزات على صحة الناس وعلى محرمات الأنهار وعلى ونحن البارحة في مجلس الوزراء طرح هذا الموضوع بقوة. تجاوزات يعني ناتجة من وضعنا طيب وزارة الصحة عفوا أليس لها سطوة مثلا على هذه المستشفيات؟ أتمنى يعني المستشفيات واحدة من أشياء أخرى عديدة، المصانع الكثيرة، المجاري، العراق تقذف هناك، مزابل تقذف هناك، أي شيء يعني يقذف بالنهر والمجاري والقنوات. يعني هذا حالة مؤسفة لها علاقة ليس فقط بالقدرة على تطبيق القانون، وهي الآن ضعيفة مثل ما تعرفين حضرتك. يعني لدينا في بعض المناطق توزيعات المياه يتم السيطرة عليها، أحيانا الاستحواذ على حصص الآخرين. نحن نأمل بأنه بعد اندحار داعش نلتفت إلى تعزيز قدرات الدولة، وأيضا نأمل بزيادة وعي الناس بهذه المسألة. يعني المجتمع يجب أيضا أن يقف على قدميه، يجب على المجتمع أن لا ينتظر أنه الدولة تتقوى وتطبق القانون، يجب أن إسهام المجتمع المدني، الناس والمدن والمحافظين والسلطات المحلية ورجال الدين وكل من يؤثر على احترام محرمات الأنهار، احترام نوعية المياه، احترام حصص الآخرين بشكل خاص، حصص من يقعون في الذنائب سواء كانوا على الأنهر أو على القنوات أو على المحافظات، آنذاك يستطيع أن ينهض العراق وتتحسن نوعية المياه في النهرين. نعم. طيب يعني دكتور، أين وصلتم ووصلت مسائكم في مكافحة عشب النيل أو زهرة النيل؟ نعم، هذا سؤال مهم وأنا أشكرك عليه. زهرة النيل آفة كبيرة جدا ووباء حقيقة أصيبت به أنهارنا، يعني بشكل خاص نهر دجلة، منذ نهاية القرن الماضي. خلينا نقول جرت في فترات سابقة مكافحة جدية لانتشار هذه الزهرة، وتوصلنا إلى سيطرة عليها، ولكن أهملت في سنوات لاحقة، السنوات القريبة، وتفاقمت إلى حد خارج عن سيطرتنا، إلى حد كبير بهذه السنة. ولكن أنا سعيد جدا باستجابة الناس والمجتمع والانتباه إلى هذه الظاهرة، ولكن هذه يعني هذا الفرح وهذا الرضا عن استجابة الناس لا يكفي. يعني يجب أن تكون هناك موارد حقيقية بهذه المكافحة. وضعنا تقريبا جل مواردنا في المكافحة، استطعنا أن نكافح أكثر من 50-60% من المناطق المصابة، ولكن لا يزال أمامنا
طريق طويل جدا. أنا أعتقد نهاية الشباط نعم. المقبل ربما آذار، إن شاء الله نعلن السيطرة التامة والقضاء على الزهرة، ولكن بشرط استمرار الجهد في مكافحتها لأنها لن تذهب. معالي الوزير اسمح لي أن أخذ فاصل آخر ومن بعده نعود بالجزء الأخير من برنامج حوار. فاصل مشاهدينا ونتواصل من بعد. أهلا بكم مشاهدينا وفي الجزء الأخير من برنامج حوار مع ضيف هذه الحلقة دكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية. أهلا بك من جديد دكتور حسن. يعني كنا أحببت أن تعقب على يعني سؤال موضوع أجور العامل. أي أنا أحببت أن أقول فقط نسبة نعم أحببت أن أقول بأن مستحقات هؤلاء العاملين تصل إلى حوالي 37 مليار دينار عراقي، يعني حقيقة أكثر من نصف مخصصاتنا لموازنة عام 2017، فهذا مبلغ كبير الوزارة غير قادرة على إنجازه. طيب. ولكن إن شاء الله الحكومة تتعهد نعم. نتحدث في هذا المحور من الجزء الأخير من برنامج حوار معالي الوزير عن موضوعة الأهوار وضمها إلى لائحة التراث العالمي، وكنتم أيضا كنتم على رأس الوفد المفاوض. يعني هل من مدة زمنية لإنعاش الأهوار وأيضا تصدرها للائحة التراث؟ إنعاش الأهوار هو برنامج حقيقة بدأ منذ عام 2003. نعم. تجفيف الأهوار كان قبل ذلك منذ عام 1990، ربما نهاية الثمانينات بدأت مراحل تجفيف، ثم أصبح سياسة رسمية لحكومة البعث السابقة. نعم. 2003 الحكومة تبنت سياسة إنعاش الأهوار، ونجحنا في كثير من المناطق وليس في جميع المناطق بإعادة إنعاش الأهوار، وهناك انتعشت أظن في السنوات الأولى بعد 2003. نعم. وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا من الأغمار، لم نعد قادرين بالتأكيد على أغمار جميع المساحة التي كانت تغمر سابقا، وهناك إشكالات حقيقية حصلت بالنظام الطبيعي لحركة المياه، يعني إيرادات المياه إلى الأهوار وخروجها، هذا تأثرت، ولهذا الآن شط العرب لم يعد يعني مياه عذبة مثل ما كان سابقا بسبب وجود الأهوار والمياه العذبة. يعني الأهوار تواجه تحديات حقيقية، ولكن هي موضع اهتمام أساسي في هذه الوزارة. أنا كنت سعيد جدا بمساهمتي بإدراج الأهوار ومواقع أثرية أخرى على لائحة التراث. هذا إنجاز حقيقي لشعبنا، هدية يعني إلى العراق، يعني للدولة والمجتمع في ظروف صعبة، ولكن هذا يجلب معه التزامات ومسؤولية كبيرة. ماذا بعد هذا الدعم معالي الوزير؟ يعني هل ستكون الأهوار اليوم مصدر جذب سياحي أول بالعراق؟ هل أنت متفائل بمستقبل الأهوار بالعراق؟ أنا متفائل بتخوف، رغم أني مسؤول الآن مباشر عن هذا الوضع، أنا أتخوف على مستقبل الأهوار، وأعتقد أن إدراجها على لائحة التراث يمنحنا قوة بالحفاظ عليها وإدامتها. نعم. الآن أنا لا أستطيع أن أقول بأن ديمومتها سهلة، ولكنها ممكنة، وهذا بحاجة إلى تعاون كبير، بحاجة إلى إنجاز اتفاقات دولية أيضا مع الجوار، وبحاجة إلى أن يكون ممارساتنا هنا المحافظات التي تقع حول الأهوار وأيضا بعيدة عن الأهوار في أعالي الأنهار، أن نشترك جميعا بالحفاظ على هذا التراث الإنساني الهائل، لم يعد تراثا عراقيا فقط وإنما تراثا عالميا. أنا أعتقد بأن في الأهوار إمكانيات اقتصادية كبيرة جدا لدعم الاقتصاد العراقي، يعني سواء كان ثروة سمكية أو تنوع أحيائي أو يعني إمكانيات سياحية كبيرة أخرى، ولكن الاعتماد على الأهوار بالسياحة يعني هذه العملية يبدو لي مبالغ بها. الآن بالتأكيد السياحة وزيارة الأهوار تحسنت كثيرا عما كان سابقا، ولكن لا يمكن مقارنتها طبعا بالسياحة الدينية، الأماكن السياحة الاصطياف في كردستان، معالم الحضارية في العراق كثيرة جدا تعاني أيضا من إهمال السياحة فيها، وأنا بقدر تعلق الأمر بهذه الوزارة سوف لن ندخر أي جهد بتحسين الواقع المائي والبيئي، ويهمني كثيرا تحسين واقع سكان الأهوار أنفسهم.
يعني إذا كان عانوا هناك عانوا في زمن النظام المبادر حتى هذا الحين يعني كثيرا جدا. وإحنا لدينا يعني مشاريع وأفكار لتطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان. الآن جرى تنفيذ قرية أهوارية نموذجية في الأهوار الوسطى ستفتتح قريبا جدا إن شاء الله، تمنح أيضا سكان الأهوار المتفرقين كانوا أن يتجمعون في قرية واحدة يستطيع من خلالها المعنيون تقديم الخدمات سواء كانت الصحية أو تعليمية ومشاكل. فهذا الذي يهمني كثيرا، وديمومة هؤلاء، ديمومة بقائهم، الحفاظ على بقائهم هناك هو ما يمنح الأهوار روحا، يعني روحها الحقيقية هو بالاستيطان الموجود بها. يعني هي ليست وإلا يعني لا، نحن لا نحتفي بالأهوار كما نحتفي على سبيل المثال ببحيرة الحبانية أو الرزازة. بالتأكيد بحيرات مهمة لنا وكذا، ولكن الاحتفاء بها، الأهوار تختلف، مركز الحضارة البشرية الأولى سومر، حضارة سومر أقيمت هناك، ولكن أيضا الأهوار وجود الاستيطان والسكان والزوارق والمشاحيف والأسماك والزيارة، هذا هو الذي يمنح الأهوار يعني هذه الروح المتميزة. بالتأكيد يعني هذا الطعم الخاص كونها محمية طبيعية يعني. ذكرت بحيرة الحبانية، ربما هذا يدفعنا لتساؤل عن البحيرات الصناعية اليوم، الثرثار الحبانية، يعني هل نجت اليوم من خراب داعش، وكيف تنظرون لهذه البحيرات؟ نعم، داعش خربت داعش. منظومات إروائية على نهر الفرات، منظومة سدة الرمادي ومنظومة سدة الفلوجة وكل ما يرتبط بذلك. البحيرة الحبانية من البحيرات المهمة والتي هي جزء من منظومة تشغيل نهر الفرات. المياه الفائضة كانت تحول إلى بحيرة الحبانية شتاء ثم تحول إلى الفرات في أوقات الشحة. الآن المياه أقل مما ينبغي، وبالتالي تحويلات الفرات إلى الحبانية أقل كذلك مما ينبغي. بحيرة الثرثار تلعب دورا رئيسيا في الربط بين الحوضين، بين النهرين، أولا لتجنيب بغداد حالات الفيضانات الممكنة المحتملة، ثم أيضا لتعزيز نهر الفرات في أوقات الشحة وتعزيز نهر دجلة في أوقات الشحة. ولكن بعض المنشآت مرتبطة بها تعرضت للاحتلال. ناظم التقسيم، ما يسمى بناظم التقسيم، هو الذي يتحكم بكمية المياه التي تأتينا من الثرثار إلى دجلة، استعيدت، ولكن الخراب موجود لا يزال في الكثير من مفارق هذه مرافق هذه المنطقة التي سيطرت عليها داعش. سيطر داعش على سد الموصل لمدة 40-45 يوم أيضا، ولكن الحمد لله لم يحصل تخريب مباشر للمنشآت. وهذه هي المرافق الحيوية للنظام المائي في العراق يعني. طيب نعم، معالي الوزير، تحدثت يعني بمقتبل حديثنا في المحاور السابقة عن التوزيع العشوائي للحصص المائية، ربما يعني بشكل يعني منتشر ومبعثر وليس من الجنوب وصعودا، يعني بعض المحافظات من الفرات الأوسط تشكو غبن كبير في توزيع الحصص المائية، يعني ما تعقيبكم على هذا الموضوع ومساعيكم لحل هذه المشكلة؟ نعم نعم أستاذ ختام، التوزيع ليس توزيعا عشوائيا. نعم. التوزيع تقوم به الوزارة وتقرر خطة الإرواء في الوزارة طبعا. نعم. بالتعاون مع وزارة الزراعة حسب المساحات المزروعة، ولكن العشوائية هي في التجاوزات على هذه التوزيعات. يعني هناك من يتجاوز على حصص الآخرين. نعم. على سبيل المثال تعطى إجازات لنصب مضخات بأحجام معينة، قدرة حصانية معينة. نعم. عندما ينفذها المتنفذون بإمكانيات حصانية كبيرة جدا، يعني تمتص وتشفط حصص الآخرين. نعم. عندنا في أحد المناطق حوالي قدرة حصانية 300 حصان مجازة، ولكن ما هو منصوب يتجاوز الآلاف. فهذه التجاوزات، إضافة إلى أنه بعض التجاوزات أحيانا تغلق بعض القنوات والسواقي عن الذنائب. هذه التجاوزات، نحن في هذه الوزارة عقدنا اجتماع مهم مع محافظي المحافظات الجنوبية المتأثرة، يعني حضر البعض ولم يحضر بعض آخر، ووضعنا آلية للتعامل باعتبار السادة المحافظين هم مسؤولين اللجان الأمنية والزراعية في المحافظات. الآن محافظة ميسان اتفقت في الأسبوع الماضي مع محافظة الواسط. طيب. على
القضاء على التجاوزات خلال دوريات مشتركة وعسكرية. السيد رئيس الوزراء يعني منشغل تماما بفكرة التجاوزات هذه، وفي اجتماع الأمس أيضا أكد تخصيص قوة عسكرية لمساعدة مديريات الري والمحافظات بإزالة هذه التجاوزات. ونحن نقول، نحن نقول هم كلهم أبناء شعبنا، هم كلهم يستحقون، ولكن أحيانا يعني يتم التجاوز في أوقات الشحة. هذا التجاوز لو كان هناك فيضان كبير ليتجاوز من يتجاوز، ليسحب ما يشاء في أوقات الشحة، يجب أن توزع هذه الحصص بعدالة، ويجب أن نحترم هذا التوزيع. نحن وزارة محايدة تخدم البلد، نحن لسنا عشيرة وليست لدينا مزارع نريد هذه المياه. عندما نطلق هذه المياه لا يوجد هناك من وزارة الموارد المائية من يشرب هذه المياه ويستغلها، هي للناس يعني، بالتأكيد للجميع. وبالتالي هذا التضامن المجتمعي، وأنا أدعو رجال الدين بالذات إلى إرسال هذه الرسالة أنه المجتمع يجب أن يحترم هذه الموارد. يعني لا يمكن أن تمنع الماء والهواء عن الآخرين، يمكن أن تتنافس بشكل حر في مجالات أخرى، ولكن التنافس غير العادل على المياه هناك ضحايا كبيرة إنسانية. طيب، يعني لو تحدثنا على وجه السرعة وبشكل مختصر عن خططكم المستقبلية في ظل هذه المعطيات وهذا الشح بالمياه، يعني قبل فترة وجيزة ربما عدت من بودابست في اجتماع قمة المياه، وأيضا كان لكم مساعي أخرى في اتفاقية لسنك المياه عام 1992. حدثنا يعني بشكل مقتضب عن هذه الإنجازات. نعم، هذا المؤتمر الثاني، ما يسمى مؤتمر قمة المياه في بودابست، أعتقد مرحلة مهمة على مستوى إدارة المياه على يعني مستوى العالم، يلتقي به قادة ووزراء ومتنفذون في القطاع المائي في العالم. كانت يعني كان حضوري، أعتقد كان حضور فعال مهم، عقدنا لقاءات واجتماعات ومحاضرات أيضا يعني في هذا الاجتماع. من أهم هذه بالإضافة إلى اللقاء مع السلطات المجرية، السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الخارجية الهنغاري، كان لقاء أنا أعتبره مهم مع سكرتارية اتفاقية 92، اتفاقية المياه اللي تسمى، اللي وقعت في هلسنكي عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ منذ 20 عاما. هذه كانت اتفاقية إقليمية فقط بالاتحاد الأوروبي، ثم توسعت قبل 3 سنوات لتصبح اتفاقية عالمية. العراق يحاول الدخول في هذه الاتفاقية، يصبح عضو، لأنها اتفاقية موجودة، لأنها لديها آلات تنفيذية وتطبيق ممتازة وناجحة، وهي نجحت في أوروبا والآن تعمم، وبالتالي تمنحنا فرصة كبيرة جدا أيضا لإظهار صوت العراق، لحضور العراق بهذه المنتديات العالمية. نحن لم يعد لدينا جيوش نهدد بها الآخرين للحصول على حصتنا المائية، نحن نلجأ إلى ما هو متاح عالميا ودبلوماسيا في التأثير والحفاظ على حقوقنا المائية. لهذا السبب أنا أنظر إلى هذا الأمر باهتمام جدي. طيب، مع الوزير شغلت مناصب عديدة، أي هذه المناصب كانت الأقرب إلى قلبك لا سيما كونك كاتب؟ والله هذا سؤال صعب. أنا أعتقد يعني أنا أنسجم مع أي وظيفة أمارسها، وأبذل قصارى جهدي أن أكون ناجحا، ولا أريد أن أقيم نفسي أنا، ولكن لم يحصل لدي شعور سابق بالتقصير في أي مجال. أنا الآن وزير الموارد المائية، للأسف الوضع لا يساعدني على تطبيق رؤيتي تماما بسبب الوضع المادي، ولكن على الأقل جزء مهم من رؤيتي بالتعاطي مع مشكلات المياه. إذا تجد نفسك في كل المناصب والمراكز. لدينا أسئلة سريعة بدقيقة، الإجابة تكون عنها حصرا بنعم أو لا، من الممكن أن نستطرد أيضا بشكل سريع إذا كانت الإجابة لا نعم ولا لا. هل فرضت على الدكتور حسن الجنابي شروط قبيل اختياره لمنصب الوزارة؟ أبدا. إذا لا. هل فرحت بتوليك منصب وزير الموارد المائية أكثر من أي منصب آخر؟ تأثرت، انفعلت، يعني لم أكن متوقعا، وثم كان أيضا الانتقال من طوكيو إلى بغداد كان صعب عائليا يعني. الحكومة العراقية لا تنصف الوزارات التي رأسها وزراء تكنوقراط في أو من ناحية الدعم والاهتمام، نعم أو لا؟ لا أتفق مع ذلك. هل تخشى الفشل كوزير يؤدي مهام الوزارية بعدما أثبت نجاحه في مجالات ومراكز عديدة؟ أنا دائما أخشى الفشل، نعم أخشى الفشل.
هل أنت مع المياه أم التربة؟ أيهما أحب إلى مرتبطان، هما يعني شقيقتان. ولهذا عندي فكرة، أن فكرة إيفن حتى يعني تغيير تسمية هذا ليشمل التربة، ولكن هناك فكرة لإنشاء مركز بحوث المياه والتربة. التربة لا تنفصل عن المياه بكل العالم يعني. نعم دكتور حسن، انتهى حديثنا معك، سعيدين بوجودنا اليوم معك، شكرا لتلبية الدعوة ولكل ما تفضلتم به وزير الموارد المائية دكتور حسن الجنابي، شكرا جزيلا لك، ضيف كريم على برنامج حوار من قناة الفرات، شكرا لك. ألف شكر، شكرا جزيلا سيد ختام على الأداء وأيضا التحضير لهذا اللقاء، أنا سعيد يعني بهذا اللقاء جدا. حياك الله، شكرا جزيلا. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم في حلقة مقبلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله، انتظرونا في أمان الله.